القاضي ملزم أنه يوقف الملاحقة أول ما الشخص يعرب عن رغبته بالخضوع للعلاج. قانون المخدرات الصادر سنة 98 بلبنان اللي بنص على ملاحقة ومعاقبة مستهلكي المخدرات بعقوبة فيها توصل لثلاث سنين واللي تم استخدامه على هذا الأساس، بنص كمان على مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب. وفق هذا المبدأ الشخص اللي عم بتتم ملاحقته لاستهلاك المخدرات في يعرب عن رغبته بالخضوع للعلاج، وساعتها المرجع القضائي اللي هو بيكون مشرف على الملف ملزمين يوقفوا الملاحقة ويحيلوا الشخص للجنة أنشأ القانون، هي لجنة مكافحة الإدمان اللي بتشرف على علاج الشخص اللي عم بتتم ملاحقته. للأسف ل 15 سنة ما تم تفعيل مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب، لأنه الدولة ما فعلت الآليات اللي كان منصوص عليها بالقانون، لا سيما إنشاء لجنة مكافحة الإدمان. للأسف كمان خلال هال 15 سنة تم تغليب المنطق العقابي، فكان وقت ينوجد أشخاص عم بتم ملاحقتهم على أساس استهلاك المخدرات وحتى لو كانوا عم بيعربوا عن رغبتهم بالخضوع للعلاج، كان عم بكون الخيار القضائي للأسف هو ملاحقة هالأشخاص ومعاقبتهم، وهذا الشيء شكل مخالفة للنص القانوني، لأنه وفق النص القانوني في عنصرين للجرم اللي هو الإدمان ولكن أيضا رفض الخضوع للعلاج. فوقت يكون الشخص عم بيعرب عن رغبته بالخضوع للعلاج، أحد عنصري الجرم مش موجود، وبالتالي الإدمان بحد ذاته ما بشكل جرم. بعد 15 سنة من صدور قانون المخدرات ب 98 أصدرت محكمة التمييز اللبنانية سنة 2013 قرار تاريخي اعتبرت فيه أنه القاضي ملزم أنه يوقف الملاحقة أول ما الشخص يعرب عن رغبته بالخضوع للعلاج. وابتداء من 2013 تفعلت لجنة مكافحة الإدمان وبلشوا يصدروا قرارات قضائية توقفوا الملاحقة وتحيلهم على لجنة مكافحة الإدمان. ولكن للأسف سرعان ما تبين أنه الملفات المحالة للجنة الإدمان منا كافية وقت نقارنها بعدد الأشخاص اللي بتتم ملاحقتهم سنوياً لاستهلاكهم للمخدرات. حسب الأرقام الرسمية بتم ملاحقة بين 3000 و 8000 شخص سنوياً لاستهلاك المخدرات، ولكن النسبة اللي تم إحالتها للجنة مكافحة الإدمان لغاية اليوم ما تعدت 2%. هذا الشيء بيعني أنه أكثر من 98% من الأشخاص ما عم بيستفيدوا من مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب. السلطة طبقت قانون المخدرات بشكل متفاوت بشبكة المخدرات، وبالطبع الأشخاص الأكثر شيء تم ملاحقتهم وتوقيفهم هن الحلقات الأضعف، يعني المزارع ومستهلك المخدرات، مقابل تجار كبار ومسلحين عم نشوفهم حتى أوقات بيطلعوا على التلفزيون ما بتم ملاحقتهم. السلطة كمان استخدمت قانون المخدرات لقمع الأشخاص المعارضين له، وقتها كان كمان عم بتم إخضاع المتظاهرين الموقوفين لفحوصات بول للتثبت من مدى استهلاكهم مخدر أو لا. بآخر كم سنة تطور النقاش العام لناحية إلغاء تجريم استهلاك المخدرات. بال 2016 تقدم مشروع قانون لإعادة النظر بقانون المخدرات الصادر ب 98، ولاحقا بهالسنة بحزيران 2023 تقدم اقتراح قانون لإلغاء تجريم استهلاك المخدرات من قبل البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة. إلغاء تجريم استهلاك المخدرات مش يعني تشريع استهلاك المخدرات على نحو أنه يصير ينباع بالدكاكين بلبنان، علما أنه بال 2020 المشرع اللبناني شرع زراعة القنب، ولكن مقابل تشريع زراعة القنب المشرع ما عذب خاطره أنه يعيد النظر بقانون المخدرات الصادر ب 98 اللي بعده بجرم لليوم استهلاك المخدرات. من المهم كمان لفت النظر أنه تجريم استهلاك المخدرات بأدي كمان لزيادة عدد الوفيات بسبب جرعة زايدة، بسبب خوف الأشخاص أنه يلجأوا للعناية الصحية وللمستشفيات تحسباً لأنه يتم التبليغ عنهم للسلطات الرسمية. أحد الأمثلة الناجحة على إلغاء تجريم استهلاك المخدرات هي الشيء اللي عمله البرتغال سنة 2001. بال 2001 المشرع البرتغالي لغى تجريم استهلاك كافة أنواع المخدرات، ورجع نعمل دراسة بعد 10 سنين لتقييم هذا القانون. تبين أنه صحيح أول فترة زادت نسبة استهلاك المخدرات الأقل خطورة مثل الحشيش، ولكن سرعان ما رجعت وطيت هذه النسبة، مقابل كمان مخدرات الأكثر خطورة مثل الهيروين مثلا وطيت نسبة استهلاكهم بشكل ملحوظ، كمان وطيت نسبة الوفيات بسبب جرعة زايدة بشكل ملحوظ، وكمان وطيت بشكل ملحوظ جدا نسبة الفيروسات اللي بتنتقل بسبب استهلاك بعض أنواع المخدرات.